محمد سمير صالحاني لاجئ سوري بعمر 70 عاما وصل إلى الدنمارك عام 2016 وحصل على إقامة إنسانية خضعت للتجديد لأكثر من عام وبعد 5 سنوات من إقامته هناك. وتصنيف كوبنهاغن لدمشق بأنها آمنة كما تقول، قررت السلطات الدنماركية سحب إقامته بشكل مفاجئ ونقله إلى مركز الترحيل بهدف إعادته إلى سوريا رغم كل المخاطر الأمنية المؤكدة التي تؤكد تعرضه لها في حال ترحيله إلى مناطق سيطرة النظام، نظرا لأنه مطلوب أمنيا لمواقفه السياسية المعارضة ولديه ابن قتل تحت التعذيب في سجون النظام. معنا اللاجئ السوري محمد سمير صالحاني ليحكي لنا قصته الكاملة. مرحبا بك سيد محمد، يعني ما هي تفاصيل القصة؟ لماذا سيتم ترحيلك؟ وكما نعلم بأن لديك أنت مطلوب لدى الأفرع الأمنية في سوريا وأيضا لك طفل قتل تحت التعذيب، يعني تفاصيل أوفى. أهلا وسهلا فيكم. أنا قصتي، أولا أنا بالنسبة بسوريا مطلوب، كان عندي أخي وابني وابن أخي ماتوا، خضعوا لسجون الأسد وبعثوا لنا الهويات تبعهم، استشهدوا بسجون الأسد. المجرم القاتل بشار الأسد. فأنا كمان مطلوب، وقت عرفت إن بإني أنا مطلوب طلعت السفر وهربت على الدنمارك. بالدنمارك أعطوني إقامة إنسانية، فهي الإقامة الإنسانية بتخلص كل سنة تبدلها. فأنا كنت عم جدد لمدة 5 سنين، السنة الخامسة عم جدد، السادسة عم جدد، عم طولت. قلنا لهم لماذا؟ قاموا وضعنا لمقابلة، قال أنت دمشق آمنة لازم ترجع على دمشق. وأنا ما فيني أرجع على دمشق، انا عندي ابني شهيد واخي شهيد وابن اخي شهيد بسجون الاسد، ويعني شلون انا بدي ارجع على دمشق؟ وشلون بناشد الدوله الدنماركيه تعيد النظر بقضيتي؟ ممكن في خطا معهم لانه هذا ما بيصير. بناشد الاتحاد الاوروبي وبناشد المنظمات الدوليه انه هذا الشيء ما بيصير. وانا بالنسبه لي وقت اخذت اول رفض اجتني جلطه دماغيه على 2 سنين بالمشفى، وست اشهر كمان بالفيزيائي، حتى انا من ايدي واجري مشلول، ايدي واجري اليسرى، وبدي معيل. انا ابني هون بالدنمارك عنده مؤسستين، عنده محلين، اولاده هون 5 اولاد، هن اللي عم يعينوني. وانا هلا قاعد بكمب الترحيل، هذا الكمب مغلق، لازم نبصم كل يوم، وكل 14 يوم كل 14 يوم يوم واحد. نعم لازم اجي لحد. سيد محمد سمير، يعني عذرا ضيق الوقت، يعني انت مطلوب لدى الافرع الامنيه من قبل النظام، والدنمارك ستعمل على ترحيلك. نتمنى ان تتراجع الحكومه الدنماركيه عن هذا القرار بسبب الخطر على حياتك. شكرا لك محمد سمير صالحاني اللاجئ السوري، كنت معنا من الدنمارك. كمان انتم مشكورين. إلى هنا نكون قد وصلنا وإياكم لختام حلقة اليوم اللي مشمل، وكل عام وأنتم بألف خير.